كورونا القاتل الجديد، لكن ماذا عن اليمن؟ الفيروس المرعب ينتشر في كافة دول العالم، فقد بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، إذ أن جميع الدول أجلت رعاياها من الصين باستثناء اليمن. الإحصائيات تسجل وفاة أكثر من 4000 شخص. في اليمن الفزع الأكبر كان بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كانت الحرب والأوبئة الصغيرة حصدت مئات الآلاف، فماذا بشأن كورونا، خاصة في ظل إمكانات اليمن المعدومة جراء الحرب، حيث تقول الصحة العالمية إنها لم تسجل أي إصابة حتى الآن. لكن هل ستظل اليمن بعيدة عن خطر كورونا حتى النهاية؟